حلقة النهاردة من الحلقات اللي انتوا هتكثفوا فيها الدعاء ليا ان شاء الله بإذن الله. بس تتوضوا قبل ما تدعوا، هتدعوا لي دعاء كتير جدا، لان النهاردة هحللك أزمة كبيرة جدا عندك، وهي ازاي جوزي بيدلعني. ده جوزي مش بيدلعني، فين اللي هو ايه؟ لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ هي نفس المقطع الموسيقي ده. ايه يعني ليه، او ازاي ليه اخلي جوزي، او ازاي اخلي جوزي يدلعني؟ ايه الطريقة الذكية اللي انا اخد منه الدلع ده ان شاء الله تحت تهديد السلاح؟ مهم ان هو كزوج كده يدلعني ويشيلني على كفوف الراحة ويقول لي كلام حلو وهكذا. النهاردة بقى هقول لك تريكس او طرق عشان تخلي جوزك يدلعك. بس قبل كل حاجة، لو انتم مشتركين في القناة يا ريت نشترك ونفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ده. لازم تعرفيها ان اخد الحق يعني حرفة وصنعة، وعشان تخلي جوزك يدلعك انت محتاجة تبقي خبيثة شوية، تستخدمي شوية مهارات. هو مش العادي انه لوحده كده هتلاقي الكلام الحلو بتنطور منه، لا خالص. الراجل بيقول الحاجات دي للأسف قبل الزواج، وقبل يعني لما بتبقى العلاقة خلاص بقت موجودة كل يوم، وببقى مش محتاج يبذل مجهود كبير عشان يلاقيك قدامه. لكن ذلك لازم عشان تخليه تاني يرجع يعمل حاجات عسولة يقول كلام حلو، انت محتاجة تبقي ذكي. الحركة واهم حركة اللي هو المحن اليومي. وما تعريفه بقى؟ ان انت لما تشوفيه جاي او تعبان او رجع من الشغل او كذا، تقعدي تدلعي حبة كده حلوين، وتقعدي تقولي له انت مالك، انت شكلك تعبان، احكي لي، فضفض لي، ده انا سمعاك، لما انت ما تحكيليش مش عارفة ايه. يعني تقوليها بطريقة رومانسية جدا وناعمة وصفت. اوكي، هي طريقة الاولان دي تمثل 90% وانت يعني بتدلعي، فاهمين الفكرة؟ يعني هو انت بتحاولي توريه النعومة والرقة. فبطبيعة الحال انت لما تسحبي بقى الصوت اللي هو مالك شكلك تعبان قوي، قلقتني، انا كده قلقان، لازم تطمني، مستحيل ردة فعل الراجل هتبقى دلع. فانت يعني اي شيء عايزة ردة فعله دلع، انت بتدي الاول بدلع شديد، يعني خش عليه دخل الدلع تقيلة شوية، فهو الراجل كردة فعل هيتكلم بطريقة دلع، وتقعد تقول له انت اهم حاجة عندي، انا مش عايزة اشوفك تعبان كده، انا بتضايق لما مش عارفة ايه هو الكلام، بس تقولي انا بتضايق وانت عسولة. يعني في ستات تقول لك انا بتضايق وانا بشوفك تعبان كده ومش عارفة ايه وصحتك يعني دراما. لا، انت بتقوليها بطريقة حب مش بطريقة حزن، يعني فرقي بس بين الاتنين، عشان دور امينة رزق اللي انت عايشاه ده بيخلي الراجل يطير. التركة التانية او الطريقة التانية عشان تخليه يعني يبدأ يدلع اكتر، انك هتبدأي تسأليه عن حاجات عايز تعمليها في شكلك بطريقة مغرية وجميلة. يعني هتقعد تقولي له ايه، قول لي رأيك مثلا في شكل شعري كده، بفكر اعمله اللون الفلاني، بيبقى احلى عليا، ولا لو عملت له صبغه مثلا او عملت خصل، اي بقى شرح بقى ايه ستاتي كده، ومش طب بتحب لما بحط روج مثلا عليه. اقعدي اوصفي في حاجات انثويه بزياده كده، اللي هو تقعدي تقولي، فهو يخش في عالم، عارفه، بدل ما هو بيقلب كده في الانستجرام وبيعمل لايك لكل ممثله ومطربه، هو يركز معاك انت، اللي هو بتدخليه في عالم اللي هو ركز في جمالي. يعني فاهمين الفكره ازاي؟ اللي هو طيب لما كذا اعمل عين، بس مش بطريقه تهديد، بالعكس انت تقوليها له. يعني الستات مشكلتها ايه؟ كذا ده ولا احلى؟ لا انت مش مركز معايا، انت لو كنت مهتم كنت قلت. لا بلاش الطريقه دي، بالعكس، ده ان انت اصلا واثقه ان كل حاجه عليكي هتطلع حلوه، بس انت عايزاه يقول لك مين الاحلى. يعني فاهمين، انت عايزه الثقه في النفس تنقط كده. اوكي، وتقولي له طيب اختار لي، طب الميك اب كذا بيبقى حلو عليا. هتلاقيه هيبدا بقى يقول لك كلمات، يقول لك انت احلى، والله انت كله حلو، انت قمر على طول، بس كذا، اضغطي شويه، بس بتضغطي بطريقه عسوله. ايوه، لا بس انا عارفه كله بيبقى عليا حلو، بس انت ساعات بتبقى بحس ان انت في حاجات عاجباك اكتر، هو ما انت لا حاسه ولا شايفه ولا هو اصلا بيعمل اي رياكشن، بس انت بتقولي له كده، فهو يقول لك اه والله لا الالوان الغامقه مثلا عليكي احلى. ايوه طيب اعمله احمر ولا اعمله مثلا اسود بني، اي حاجه. فهماني؟ كتر الراجل لما بيركز انت بتحاول تدخليه في عناصرك النسائية دي، غصب عنه بيبدأ يقول او توصيف وصف، انت بتخليه يحاول يوصف. فدي نقطة تريكي جدا وهتساعدك بعد شوية. طبعا الحاجة اللي بعدها هي بقى بيموتوا فيها، معرفش ليه الستات دايما بتحرم الراجل انه هو يعني يرى هذا الشيء، رغم ان هو والله هيفرح جدا. حاولي تستشريه في اللانجريز اللي انت بتشتريها،
انا عارفه ان التركه ايه، انا فاهماك ان هو انت مش عايزه توريه صور ستات قلعه، بس في فكره، في فكرتين مش فكره واحده. الفكره الاولانيه ان في مواقع كتير يعني حتى شي ان ما توريهوش القلعين، ما توريهوش سوري اللبسه اللي في ست لابساه، في صور بتبقى في المواقع بتبقى الصوره محطوطه كده على السرير، محطوطه كده على بتاع، بتشتري يا ستي من جروب، فالست بتصوره على مانيكان تعبانه او بتصوره على ارض او حاجه، خديه يا ستي وروحوا مع بعض محل اللونجريز عادي على فكره، يعني في دول كتير ده الطبيعي ان الراجل بيخش عادي محل لبس الستات مع مراته، هي عايزه تشتري حاجه بتاخد رايه، ما فيهاش حاجه خالص، ممكن الراجل اصلا يدخل لوحده ويجيب لمراته هديه، فما فيهاش حاجه، فخدي رايه في هذه الاشياء وهذه الايه، لو مش مفاجاه يعني، انت لو بقى في مناسبه عامله مفاجاه دي حاجه تانية، بس انا بتكلم لا خليه يفانتسايز، خليه يفكر معاكي، مثلا يتفرج على الوان اشكال، فتلاقيه بدا يشارك، فلما تيجي تجيبي القميص نوم الازرق اللي هو اختاره وتلبسيه له، فهو لازم يعني ايه يشكر اختياره، يعني هو هيمدح في نفسه اللي هو شوفي بقى انا لما اخترت حاجه طلعت عليكي حلوه ازاي، وتقولي له ايه ده طلع يجنن مثلا ذوقك فظيع. فلما بتبداي انت تمدحي اختيارات جوزك هو بشكل تلقائي بيحب بعد كده يختار لك، وبعد كده يقول لك، وهو بطبيعه الحال هيمدح اختياراته، فهي التركه كده اشركيه ولو بعض الوقت في هذا الشيء، مش كله لان طبعا في عنصر المفاجاه ما ينفعش يروح في الحته دي، بس في بعض الاوقات لا خليه ينقي معاكي ويشوف معاكي عشان يبقى مهتم لما تيجي تلبسي الحاجات دي او مثلا تفاجئي بيها او يعمل رده فعل. الممثله الصغيره، انت الممثله الصغيره عايزاكي يا حبيبتي الناقد السينمائي اللي جواكي والمواهب الفنيه تطلع اثناء اي حاجه رومانسيه، اغنيه، فيلم، مش عارفه ايه، مشهد اتنين بيحبوا بعض في الشارع، اي حاجه تشوفيها عبري لبره. هو الراجل كائن مستقبل، بعد الجواز ما بيتقلب ريسيفر، ما بيشتغلش، هو بس بيستقبل منك اشارات وبيحاول يعيني يطلع شويه يعني ايه رده فعل تبقى عامله زي كده كأنها عربيه بتحاول تشتغل، موتور واقف وحاول يشتغل. انت بقى معلش هتكثفي الحاجات دي شويه، يعني جوزك على ما تعلميه، لو انت ضغطتيه وقعدتي تعلميه انت بتحبي ايه هيبدا يتشكل على هواكي طول ما انت بتديله المقابل، والمقابل احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت دلع تلاقي، انوثه تلاقي، رقه تلاقي، جمال تلاقي كده. لكن لو قفلتي الحنفيه دي، ودي غلطه اغلب الستات تقفل الحنفيه دي وتشغل حنفيه النكد والزعل والزعيق وتبقى منتظره انه يدلعها، دلع ايه حبيبتي يعني ما محدش بيدلع رئيس مجلس اداره ماشي، فانت يعني لازم تبقي فاهمه هو لازم يدلع انثى، يعني دي حطيها في دماغك اوكي. فانت هتعملي ايه كل ما تشوفي مشهد رومانسي، حاجه رومانسيه، لقطه رومانسيه، هتقعدي تعلقي عليها اللي هو ان ايه ان قد ايه دي حاجه رقيقه، وان انت بتتخيله، تقعدي بقى تقولي ايه انا بتخيل دايما، بفتكر اي حاجه، تقولي مثلا بفتكر كنت بتمسك ايدي، يا لو احنا مع بعض نروح المكان ده مثلا، اتنين بيجروا ورا بعض في الميه تمام، هو انتوا في حالتكم انتوا لو جريتوا ورا بعض في الميه هيجي يطلع قرش وياكلكم، بس انت بتقولي له ايه يا مش عارفه ايه لو احنا مع بعض كده، بحس ان احنا لو مع بعض في جزيره، اي كلام بقى معلش، عايزه خيال اوكي، خيال الفنان اللي جواكي يطلع، اي موقف رومانسي يحصل قدامك في الشارع في كده اعمليه، بس لو مش بلس 18 ماشي، يعني مثلا اتنين مسكوا ايدين بعض امسكي انت ايده، مش عارفه ايه واحده اكلت جوزها اكلي انت افتح بقك كل، مش عارفه ايه واحده طبطبت على كتف، انا بص انا عايشه في تركيا فببصوا انا اعصابي تعبت، يعني الشارع عباره عن مشهد حب عالمي، يعني ناس ماشيه بتحب على نفسها لما عرفوا اللي جابوني ماشي، اي حاجه اي حد ده طبطبت على ايده، ان شاء الله لو واحد بيبوس ايد امه، عارفه اي مشهد رومانسي قال لي دي اعملي شبهه او ادي اي فايبس رومانسيه، عصفورتين قدامك، عصافير بتحب بعض، قولي حاجه رومانسيه. الحاجات ان انت تلفتي نظره للجانب الرومانسي في الحياه بطبيعه الحال بتخلي الراجل يبدا تاني اجهزه الاحساس عنده تشتغل ويلقط الحته دي ويبدا يبادلك، في الاول هتبقى ايه حاجات بسيطه زي ما الميه تقطع بتبدا ترجع تبقى نقط نقط كده، وبعد كده ان شاء الله الميه تيجي كويس ويبدا الراجل يشتغل. من اكتر التريكس اللي بتخلي فيه رومانسيه ودلع كده الشات، ليه الرجاله حبيبتي انت مش بتاخدي بالك ان الرجاله المتجوزه ما شاء الله ماسكين الموبايل كده، بدل لما يلاقي له صديقه على اي منتدى او اي موقع اوكي بيست فريند دوت كوم، لا انت تبقي الست دي ازاي، حاولي بالرغم ان انتوا متجوزين ومع بعض وفي البيت ابعتي له رسائل، اه والله بالذات لو عندكم عيال رسائل كده ايه فاهمه فيها جو تاني مراهقه شويه،
تقولي له بس انت النهارده بحلو قوي، اي حاجه هو اصلا مش غاسل وشه بقاله 3 ايام، بس تقولي له انت النهارده بحلو قوي، فيقول لك ايه يا ست انت مش عارفه ايه، اي كلام بقى يعني نخشيه. اوكي، الرسائل والتشاتنج والرسائل، وانك تقعدي تبعتي له رساله، تبعتي له ايموجي، تبعتي له مش عارفه صوره، عارفين دلوقتي نازل ايموجيز كده، واحده بترقص مثلا عروسه يعني كرتون، انا ما بقولكيش واحده ست، اوكي انت اللي بترقصي، مفيش حد غيرك يرقص، اوكي عروسه بترقص، قلب بيتحرك، الحاجات الكتكوته دي والله بتجيب. يعني انت ليه متخيله عشان جوزي فهو هيجي انا اقدر اكلمه فيس تو فيس؟ انت بتلغي متعه، متعه الايماجينيشن. هو في متعه حلوه عند الانسان انه يتبعت له رسائل حب من خلال الجوال، الجوال، فانت اعمليها، ابعتي له رسائل حلوه، دلعيه، نخشيه كده في اسئله مش عارفه ايه، اللي هي الحاجات الاستفزازيه اللي هي زي ما قلت لك، بس انت النهارده محلوه قوي مش عارفه ايه، فاكر اول امبارح حصل كذا، حاجات كده ايه يعني، خلاص بقى انا كده عايشه معاكوا. فانت بقى انت وشقاوتك او انت وابتكارك، رسائل دي بتخليه يقول لك هو هيرد بقى الراجل ان شاء الله سين، او ممكن تبقى سين 3 ايام وما يردش، لا ان شاء الله هتبقى سين وهيرد حتى لو انت في البيت. بالعكس دي ممكن على فكره في رجاله ممكن دي تسيره يعني تخليه يعمل حاجات تانية، فليه لا جربيها برضو، ممكن ان شاء الله تجيب نتيجه. قلنا بكده في ان هي من ضمن حركات الاغراء، بس هي برضو من حركات الدلع جدا جدا جدا، هم حركتين او ثلاثه معروفين، انا ما بعرفش اعمل حاجه مش طول الوقت بس في بعض الاثناء، بمعنى طبعا احنا قلنا بتاعه فتح السوسته وقفل السوسته بتاعه الفستان دي خلاص قلنا احنا نص جهازنا بيبقى حاجات بسوسته من ورا ما بنعرفش نقفلها، تمام. في بقى زي كده كتير، مثلا ممكن تساعدني البس سلسله، اوكي اي حاجه فيها فيري انتميت كده تقربوا بعض قوي، تقولي له معلش انا عايزه اعمل شعري او عايزه اعمل سيشوار، ممكن مثلا تمسكولي كده، عايزه احط مانيكير، عايزه يعني انت خليه يساعدك في الحاجات الانثويه بشكل مادي، يعني مغريه جدا، ومش غير انها مغريه هيبصلك كانثى، انت لازم تلفتي نظره من الموضوع ده كتير، يعني فكريه وذكريه، لان كميه الحاجات الناشفه او الجافه، المواقف اللي بتحصل بعد الجواز بتخلي الراجل والست يفطروا جدا جدا، اللي هو ايه تبقى حاجه جافه جدا، بيتكلموا مش عارفه هندفع الكهرباء وايه محتاجينه للبيت، تحس ان هما اتنين شركاء في شركه قوميه دوليه، لا انت بقى محتاجه كل شويه تقولي له حاجه انثويه، تقولي له يساعدك في حاجه، سرح لي شعري، عايزك تحطني مانيكير، مش ايه اعمل لي مساج، الحاجات دي يعني طلبات انثويه اكتر. طبعا حسب جوزك، يعني في رجاله ممكن ايه تعمل كده، مش لازم تقولي له، قولي له انا تعبت قوي مش عارفه ايه، ممكن تدلك لي بس بطريقه لطيفه، مش الديسك نقح عليا وعيالك، لا ما تحسوش ان انت واحده عندك 70 سنه، إيه انا حاسه هنا بس ان في حاجه ممكن تدلكها لي كده، بس طريقه ظريفه يعني، دايما اعمليها حاسبي، دايما بصي لنفسك وانت بتتكلمي وتقولي هل انا دلوقتي بتكلم كأنثى عسوله صغننه ولا بتكلم كواحده ست مركبه محاليل، يعني شوفي كده التون الكلام وبصي طبعا لنفسك. برضو من الحاجات اللي بتجيب دلع فورا كده، اوكي ايه الهمس واللمس، الهمس تهمسي جوزك توشوشيه في حتت في اماكن، مش لازم بقى يعني ايه ما تبقيش عند اخته وتقوم وشوشاه، يعني احنا مش عايزين حرب اهليه، انا بتكلم توشوشيه في حتت اللي هي الناس مش مهتمه انت بتوشوشوا بعض ليه، بتاكلوا في مطعم يا ستي، اكيد انا مش فارق معايا ان انت قاعده في المطعم بتوشوشي جوزك، ما توشوشيه ولا تاكلي ودانه حتى، انا بتكلم ان ايه ما تعمليهاش في حته يعني تتفهم ان انت بتتكلمي عن اخته وعن مامته كده، لا كده وشوشيه مثلا حاجه عسوله في جنينه في هو اللي هو عادي، دي ممكن تتكلمي بصوت عالي بس لا وشوشيه برضه اللي هو بص الكلام في يعني ما الانسان يقول الوشوش بس اللي هو الهمس في الاذن، عشان مش عارف في دول ما تعرفش كلمات خالص، تهمسي في اذنه، اوكي ليه؟ عشان دي بتدي حق كده ان قال يعني الكلام مختلف ومش عارفه ايه، ده غير طبعا قلناها 7000 مره ان الجزء ده حساس جدا عند الرجل وبيتاثر بيه، فكلي هو ايه قولي له حاجه لطيفه حاجه عسوله، بس اختاري الجمل ما توشوشيهوش في ودانه، تقولي له ما دفعناش قسط الشقه، ده كده ممكن الراجل يحس ان انت مثلا شبح، اوكي لا وشوشي حاجات عسوله وفيها سنه انوثه. طبعا عوديه على الكلام الحلو بان انت تقولي كلام حلو، اللي هي تقبرني انا ما اعرفش ازاي تقبرني، دي كلمه حلوه يعني تقبرني يعني نتحط في القبر هم بيعتبروها حلو، لا انا بهزر، انا بقول ايه تقولي كلام حلو، تسلم لي تسلم لعينيك، عارفه في ناس كده يعني باختلاف اللهجات بتحس ان اليوم كلمات خاصه بيهم، اخترع لك 5 جمل مثلا اللي هو ايه ده انت بس تؤمر، ده انت مش عارفه ايه ده ايه غلاوتك علينا ده بغ ايه مش عارفه ايه بس كده، ده ايه
ايه رخيص والطلب غالي، ولا العكس هو غالي والطلب رخيص. تخيلي تقولي له رخيص والطلب غالي، ده ممكن يطلعك فيها. ماشي، المهم يعني تقولي له جمل كتير عسولة. الانسان لما بيلاقي حد مزواق او بيقول كلام معسول هو بيلقط، يعني غصب عنه مش هيقول لك غوري، هيقول لك تسلمي، شكرا، تعبتي نفسك، هيقول. فانت لسانك يبقى دايما عسول. والحاجه التانية، ودي تركه بقى معروفه جدا بتطلع الكلام كده، او اقوى واحده، انك تخليه يوصف لك حاجات اللي بيحبها فيك. يعني دايما تقولي تسالي السؤال ده، مش عارفه ايه، طب انت اكتر حاجه شدتك ليا، دي بتعملي له زي ريفرشمنت كده، بيحاول يفكر في مميزاتك بدل ما هو شايف عيوبك وناقص يحفرها على الحيطه عندكم في الصالون. انت فكريه مميزاتك، تقولي بس ايه اكتر حاجه بتحبها فيا، مثلا يقولك انا بحب فيك انك مثلا اي حاجه ست، طبيخك حلو وبتهتمي بالبيت وبحسك مخلصه، اي كلام يعني. ماشي، فانت بتسمعي من الراجل. على فكره اللي انتوا هتصدموا لما انت بتخلي الراجل يحاول يوصف لك الحاجات اللي بيحبها فيكي، انت هتذهلي ان في حاجات انت بتعمليها بشكل دوري ومش مهتمه بيها، وهي دي اكتر حاجه بسطاه. فدي على فكره يعني كل فتره اصلا المفروض من دي من الحاجات بتاعه تجديد الجواز ان شاء الله نعمل لها حلقه، ان انتوا تقعدوا تتكلموا مع بعض عن المميزات والعيوب، بس المره دي مميزات بس عشان احنا عايزين دلع مش عايزين حاجات تانية. فانت تقعدي تقولي له طب ايه اكتر حاجه بتحبها في شكلي، ايه اكتر جزء مثلا بتحبه في جسمي، يعني ما فيهاش حاجه، ده انت ده جوزك يعني مثلا. إيه طب بتحبيني لما بلبس كذا ولا لما بلبس كذا، طب بتحبيني وانا اخليه يعمل لك بورتفوليو، عارفه يشرحك لدرجه ان لو حد حب يرسمك كده يعرف ينحتك. فانت خليه يوصفك وصف دقيق. هيقعد ايه بس يعني نقي الوقت، وانتوا عارفين احنا قلنا الوقت امتى، قبل العلاقه بشويه لما بيبقى بس ما بقاش محتاجها قوي، بعد العلاقه مثلا لما بيبقى فايق وكده، وانت عامله اكله حلوه خلاص كنا واحنا بنحلي، مش واحنا بناكل، واحنا بنحلي، لان واحد وهو بياكل بيبقى جعان جدا، التحليه بيبقى الانسان خلاص هدي، هو بياخد الجزء الممتع في الموضوع، وهكذا. بنشرب شاي، قاعدين في البلكونه، مش عارفه ايه ايه. اختاري الاوقات اللي تسالي فيها الاسئله دي، مش الراجل قاعد شغال على مشروع ممكن يترفض وتقولي له ايه اكتر حاجه حلوه فيا، لا اختاري التوقيت الكويس للجمل دي. وبكده ان شاء الله خلصت حلقتنا. اكتبوا لي تحت لو انتوا كمان، في ناس هنا على فكره ذكيه جدا وشاطره، عندكم افكار لان احنا نسحب الدلع من الزوج. وما تنسوش تشتركوا في القناه، نفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ده. اشوفكم على خير، مع السلامه.